يلعب مع فراس الهلالي، توزيعة طويلة، علي المشياني في التغطية، متابعة، اختير العملية لصالح الشبيبة، وهدف أول، هدف أول لشبيبة القيروان عن طريق رقم 17. ما ثماش الرقم على ورقة التحكيم، هو علي القربي موجود رقم 30، لكن علي القربي هو رقم 17. إعادة لعملية الهدف في الدقيقة 12 لصالح شبيبة قيروان، كرة كانت بين علي المشاني وعلي القربي، يرفع الكرة بالمشاني على يمين معز بن شريفية، يعطي الأسبقية لشبيبة القيروان. الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، علي القلعي حاول يعمل مراوغة، خطأ كبير من حارس الشبيبة، قد يكلف الشبيبة غالي بالفعل، وهدف التعادل، هدف التعادل من فخر الدين بن يوسف بعد خطأ فادح من حارس المرمى علي القلعي، خطأ كبير من حارس الشبيبة، حارس الشبيبة كان يحاول المراوغة في مناطقه، كان بإمكانه إعادة الكرة، شوفوا حب يعمل مراوغة بسعد بقير، الضغط من بقير، ترجع الكرة لصالح الترجي، التحضير بامتياز فخر الدين بن يوسف على يسار علي القلعي، يسجل هدف التعادل. هاي الإعادة، كرة كانت من الخليسي، تتعدى فخر الدين بن يوسف في اليمين، ساقه اليمين على يسار سعد بقير. في ظل النتيجة الحاصلة إلى حد الآن في لقاء النجم الساحلي والنادي الصفاقسي، تقدم النجم 3-1. تابع المحاولة على القائم، وهدف ثاني، هدف ثاني بإمضاء فخر الدين بن يوسف بعد محاولة أولى من طه ياسين الخنيسي. منذ بداية الشوط الثاني الدقيقة الرابعة، الترجي يسجل محاولة من طه ياسين الخنيسي، ضربت على القائم الايسر الحارس علي القلعي، ترجع قدام فخر الدين بن يوسف، والنتيجه هدف ثاني لصالح الترجي منذ الدقيقه الرابعه. ثنائيه لفخر الدين بن يوسف ارتفع رصيده الى 5 اهداف، 2 مقابل